أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنسان حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى المكان الفلاني، ثم بدا له أن يتراجع عن حلفه، والسؤال: هل يعد هذا الحلف من جملة الأيمان كالنذر؟ وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، أم يكون له حكم الطلاق المعلق؟ هو طلاق معلق، إذا قال لها إن فعلت كذا وأنت طالق هذا طلاق معلق على الشيء، على فعل الشيء الذي أراد منعها منه. فاختلف العلماء هل هو يقع طلاق أو هو يمين تحله الكفارة، على قولين. هو إذا نوى الطلاق بلا شك أنه يقع طلاق بالإجماع، لكن إذا لم ينوى الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا هو محل الخلاف، هو محل الخلاف بين العلماء. وعند الجميع لا، ليس له أن يتراجع عن ذلك، ليس له أن يتراجع عن الشرط. نعم.